اهلا بكم جديد مشاهدينا، لسه مكملين معاكم فقرات هذا الصباح. دلوقتي هنتكلم عن نتيجه المسح اللي اجرته وزاره التضامن الاجتماعي حول تعاطي المخدرات والمواد المخدره والكحوليات والتدخين بين طلبه الثانويه العامه والثانويه الفنيه بشقيها، حيث اعلنت وزيره التضامن الاجتماعي غاده والي وهي رئيس مجلس اداره صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي، اعلنت عن نتائج المسح القومي عن التدخين والمواد المخدرة والكحوليات بين طلبة المدارس الثانوي، الذي يحدد إلى أي مدى تنتشر هذه المشكلة بين المدارس الثانوي ويقارن بين انتشارها بين الطلبة والطالبات وفقا للنطاق الجغرافي. هنتكلم على هذا الموضوع بعد متابعة هذا التقرير. أولا، انطلاقا من خطورة مشكلة التدخين وتعاطي المخدرات، تم إجراء مسح لقياس حجم المشكلة من قبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للتعرف على طبيعتها بين طلاب مدارس الثانوي. احنا شبابنا في خطر، واحنا شبابنا محتاج للحماية، واحنا محتاجين لتدخلات وقائية. احنا بنشتغل في الصندوق على علاج ظاهرة الإدمان. مفيش موارد في أي دولة هتكفي ان احنا نفضل نعالج في الناس. احنا لازم نشتغل على التوازي، على محور الوقايه ومحور المنع. قواتنا المسلحه والشرطه بيشتغلوا على التقليل من العرض من خلال حمايه الحدود ومن خلال ضبط الكثير من القضايا، والكميات بتتزايد اللي بيتم ضبطها. لكن لازم احنا ايضا نشتغل على رفع الوعي، ورفع الوعي دايما بيبتدي في المدرسه. وزاره التضامن الاجتماعي انتجت موادا اعلاميا للتوعيه بخطوره التعاطي وللتأكيد على أنها ظاهرة سلبية وليست مظهرا اجتماعيا. اشتغلنا على مستوى 13 محافظة، عينة البحث تقريبا أكثر من 5000 طالب. كانت النسبة باختصار شديد يعني نسبة التدخين حوالي 12%، نسبة تعاطي الكحوليات حوالي 8%، نسبة تعاطي المخدرات 7%. نسب مقلقة، لكن بتخلينا أن احنا نحط إيدينا على المشكلة بشكل علمي، بتخلينا ان احنا نطور تدخلاتنا بشكل كبير، بتخلينا ان احنا يعني ندق ناقوس الخطر الحقيقه للاسره وعلى مستوى المدرسه وعلى مستوى الاعلام. لازم نركز فعلا في الاطفال في المدارس، والماده الاعلاميه تبقى مركزه اكتر، واحنا بنساعدهم في اي مجال احنا موافقين. احنا كنا بنعمل ندوات في المناطق العشوائيه عشان نوعي الاهالي ونوعي الولاد ازاي ياخدوا بالهم، وازاي المخدرات بتوع يعني تجار المخدرات بيتسللوا اليهم او بيغروهم ازاي لشراء المخدرات او للادمان. جدير بالذكر انه تم الكشف عن تعاطي المخدرات بين 1499 سائق بالمدارس الخاصه بحوالي 100 مدرسه على مستوى 7 محافظات، وهو من الاسباب التي تشجع الطلاب على التدخين وتعاطي المخدرات. خطة استراتيجية لحل أزمة التدخين والمواد المخدرة من جذورها لحماية الأجيال القادمة من الانحراف عن المسار الصحيح. من داخل وزارة التضامن الاجتماعي، بسمة الشاعر، النيل. ده من التحليل والتعليق. بشرفنا يكون معنا دكتور رشاد عبد اللطيف، أستاذ علم الاجتماع ونائب رئيس جامعة حلوان سابقا. دكتور رشاد، صباح الخير وأهلا بك يا فندم. صباح الجمال وأهلا وسهلا بيكم. دكتور رشاد، هل بيعد هذا المسح هو الأول من نوعه اللي بيقيس مدى انتشار التدخين وتعاطي المواد المخدرة والكحوليات في أوساط الشباب المصري، خصوصا هذه الشريحة العمرية في طلبة الثانوية؟ لا، ليس هو البداية، لكن صندوق المخدرات له جهود قبل كده عظيمة جدا جدا، وكان عمل استراتيجية من حوالي 5 سنين عن تعاطي المخدرات. لكن الجديد في هذا البحث انه بدا يتعامل مع فئات اكثر احتكاكا بالطلاب، زي سائقي السيارات في المدارس الخاصه، وزي الاصحاب الذين يعني يسحبون اصدقائهم الى تعاطي مثل هذه الانواع من المخدرات. وان يكونوا بيطلع نتائج مبهره بهذا الشكل، وان في 12.3% من المدخنين و7.8% من متعاطي المخدرات وغيرها من النتائج اللي انا سمعتها دي، كلها بتدل على يعني محاوله جاده لوضع اسس للوقايه من المخدرات.
تمام. إلى أي مدى قبل هذا المسح كانت بتتوافر لدى الأجهزة والمؤسسات المعنية بمكافحة التدخين معلومات حول مدى انتشار هذه الظاهرة في أوساط طلبة المدارس؟ نعم، كان في عندنا كثير من الإحصائيات، وأنا يعني شرفت بالمشاركة في المجلس القومي لمواجهة الإدمان بدراسة عن الخصائص الاجتماعية لطلبة المدارس والخصائص الاجتماعية لمتعاطي المخدرات بصفة عامة، لأن بيبقى في سمات معينة بتميز المتعاطي عن غيره من غير المتعاطين، أو عنده استعداد وتهيئة لتقبل تعاطي المخدرات، لأن ممكن سيادتك أو أنا أو أي حد ما بيشربش سجاير أو ما بيتعاطيش مخدرات، طب ليه؟ يبقى إذن في استعداد موجود عند هؤلاء الأطفال، أو في بيئة مهيئة بتحرك الدوافع السلبية الموجودة لديهم لكي يتعاطوا هذه المخدرات او يدخنون. فطبعا دي كلها عوامل، سواء اللي حبيت سيادتك نستطرد فيها، لكن تبين ان العوامل الاجتماعيه لها دور كبير جدا جدا، لكن كان ابرز عامل في المدارس هو الاصدقاء، لان الصاحب ساحب، يعني ساحب الى اما طريق الخير او الى طريق الشر، وغالبا ما يكون طريق الشر اسهل وايسر بالنسبه لتعاطي مثل هذه الكحوليات او المخدرات او التدخين. تمام. النسبة اللي أعلن عنها المسح وهي 12.8 معدل التدخين في أوساط طلبة الثانوية، هل النسبة دي بتعتبر عالية ولا بتعتبر متوسطة أو عادية؟ أنا يعني مش عاوز أقول إن هي نسبة اللي طلعت بها النتائج قليلة شوية، لأن نسبة المدخنين في المدارس وخاصة في فترة المراهقة مرتفعة شوية عن هذا العدد. ممكن دكتور رشاد ممكن تصل الى 12 وشويه، يعني اكثر من 8. تمام. طيب، معدلات او نسب التدخين هل بتكون مختلفه بين انتشارها بين طلبه الثانويه العامه عن طلبه الثانويه الفنيه؟ طلبه الثانويه الفنيه بيبقى اكثر، لان بيبقى اكثر شويه، لان الوسط الاجتماعي مختلف والبيئه مختلفه وطبيعه التدريس فيها مختلفه، وبالتالي انا بتوقع ان المدارس الفنيه فيها نسبه تدخين اكثر عن الثانويه العامه. تمام. طيب، هل حضرتك بناء على نتائج هذا المسح حضرتك شفت مثلا ارتفاع لمعدلات تعاطي الطالبات للمواد المخدره او الكحوليات، او ارتفاع نسب التدخين في وسط الطالبات؟ هو المظهر في النتائج ان بدات تظهر فئه جديده ما كانتش عندنا في المجتمع المصري، وهي بيئه الفتيات، انها تبقى من ضمن الفئات يعني المتعاطاه او التي تمارس او تاخذ المواد وبين نسبتها مرتفعه شويه، لكن انا بقول ان دي ظاهره جديده ولابد ان الاسر تبص على بناتها كويس. ايه سبب او عوامل ارتفاع هذه النسبه في اوساط الطالبات يا فندم؟ التقليد، يعني كان في دراسه قبل كده تم اجراءها، طلع ان نسبه البنات المخلدات لاصحاب لصديقاتهن طبعا كانت نسبه مرتفعه، لكن الجزء الاكبر المؤثر في هذه المشكله ان هؤلاء يعني لم غير جيدات في الدراسه، و يعني بينصرفوا عن الدروس وبينصرفوا عن المدارس في خارج المدرسه اكثر من المدرسه، ودي النقطه اللي انا بركز عليها، بقول يا ريت الاهالي تبص على اولادها وتتابعها كويس، لان دي ظاهره يعني غير يعني ظاهره وافده جديده على المجتمع المصري، ويمكن جزء كبير جدا منها ناتج لتقليد الافلام الاجنبيه اللي بان فيها الست وهي بتدخن، لكن مره ثانيه ان هذه ظاهره مقلقه وتهدد يعني بنتائج غير محموده بالنسبه للبلاد. إلى أي مدى حضرتك شايف يا دكتور رشاد أن الجهود اللي بتقوم بها مؤسسات مختلفة سواء تبع أجهزة الدولة أو تبع المجتمع المدني والقطاع الخاص بتساهم في الحد من ارتفاع نسب التدخين وتعاطي المواد المخدرة والكحوليات؟ والله أنا عندي، هل هي مؤثرة بشكل كبير ولا لا تكاد لا تذكر؟ لا، أنا يعني شايف أن في ثلاث أجنحة مهمين جدا جدا، الجناح الحكومي الممثل في المجلس القومي لمكافحة المخدرات،
والجناح الاهلي الممثل في الجمعيات الاهليه ودي ضعيفه وما بتمارسش دورها على الشكل الاكمل والا لبعض البسيطه او المؤسسات البسيطه، ثم الجناح الخاص برجال اعمال ومساهمتهم في دعم هذه الجهود. لكن انا شايف ان الجهود المبذوله او الاستراتيجيه المبذوله مجزاه، احنا عاوزين نلم بعضينا شويه، يعني نحط دماغنا في دماغ بعضينا ونجيب المتعاطين نفسهم المتعافين من التعاطي او المدمنين نخليهم يشاركوا في اتخاذ القرار ايه الوسيله المثلى لكي نمنحهم من تعاطي المخدرات، لان الذي لا يدخن ان يضع خطه لمن لا يدخن. صحيح. المدخن نفسه او المتعاطي نفسه هو الذي يستطيع ان يعني يدي خريطه جميله ونقدر نسميها خريطه الطريق. ويمكن المجلس القومي هم الطفوله عرض لنا في الجامعه، يمكن يعني كليه الخدمه الاجتماعيه جبنا مجموعه من المتعافين وحكوا قصتهم للاولاد، ودي كانت وسيله لاخلاع كثير من الطلاب في الجامعه عن المخدرات لما شافوا المشاكل المتعاطي المتعافي وهو بيعرض مشكلته بامانه امامهم وبيسرد ايه اللي حصل له من الام او مشكلات او من ضياع لثقته او لاولاده او لعمله. دي كلها تجارب المفروض ان احنا نركز عليها سواء في المدارس الثانويه او الاعداديه او المدارس الفنيه او الجامعه. ليه؟ لانها دي تجارب حيه بتنقل تجربه حقيقيه للمجتمع. بنامل دكتور رشاد ان كل هذه المجهودات بتؤتي ثمارها وتساهم في الحد من انتشار التدخين في المجتمع المصري. بنشكر دكتور رشاد عبد اللطيف استاذ علم الاجتماع نائب رئيس جامعه حلوان سابقا. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا الى ختام حلقه النهارده في هذا الصباح، بكره ان شاء الله حلقه جديده وفريق عمل جديد، حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل والى اللقاء.